إذن مشاهدينا الكرام، جمعية أهل الحديث في باكستان تقوم بتوزيع المساعدات على المتضررين من الفيضانات، ويوضح حذيفة فريد طبيعة عملهم. نتابع معا. تبرعات أهل الخير الواثقين في الجمعية. الجمعية لا تستقطع من التبرعات أي شيء البتة. ليس هناك مصاريف إدارية ولا حتى والعاملين عليها ولا حتى مصاريف خاصة بمشاريع أخرى. كل المبالغ التي تصل للجمعية تصرف على التبرعات وعلى المستحقين بالكامل. النقطة التي ربما يسأل عنها البعض، طيب وهذه المصاريف؟ تتكفل الجمعية بكافة المصاريف من إلى دون أن يتحمل المتبرع أي شيء، وذلك حتى يصل الدعم إلى المتضرر.